لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأطعمة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب قطع اللحم بالسكين، قال باب قطع اللحم بالسكين. وهذا الباب أتى بعد باب النهش وانتشال اللحم، ثم الباب الثاني باب تعرق العضد، فقال باب قطع اللحم بالسكين. ثم ذكر رواية عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. يبقى ده بيبين جواز استعمال السكين في تقطيع اللحم، يبقى جواز استعمال السكين في تقطيع اللحم. وورد الإمام البخاري رحمه الله من ذلك أنه ورد النهي عن استعمال السكين، ولكن بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعي إلى الصلاة ألقى هذا الكتف، وكذلك ألقى السكين التي يحتز بها يبقى تعرق العضد كما بينا، يبقى عظم مكسوة باللحم، فبالتالي بينهس منها هكذا. لكن قد يحتاج إلى استعمال السكين فيقطع هذا اللحم السكين، ولا حرج من هذا الأمر. كما قال عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، يبقى ممكن كتف شاة وبالتالي بتبقى عظيمة اللحم، فاحتاج للسكين أن يقطع منها. قال فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن إذا قرب العشاء وأقيمت العشاء فعلى ذلك بيقدم الطعام، إلا إن كان إماما، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فعلى ذلك يبقى الإمام يبقى على ذلك يترك هذا الطعام ثم يأتي إلى الصلاة، إلا إن كان الجوع جوعا شديدا يمنعه من تدبر الآيات أو أيضا تدبر هذه الحركات. فلذلك قال لما دعي الصلاة ألقاها والسكين التي يحتز بها، يبقى لسه شهوة الطعام موجودة ولكن ألقاها. هو إمام القوم، بالضبط كده لما بيأتي العيد في يوم الجمعة، فعلى ذلك جاز المصلي إن كان حضر صلاة العيد، فعند ذلك لا يصلي الجمعة، يصليها ظهرا في بيته، إلا الإمام ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى من هذا القبيل. هنا كذلك أيضا لما إذا قدم العشاء وأقيمت العشاء فعلى ذلك يأكل أولا ثم يصلي. وكان ابن عمر رضي الله عنهما تقام الصلاة وما زال في طعامه، فكان يستكمل الطعام ثم بعد ذلك يخرج للصلاة. لكن هنا ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم والسكين التي يحتز بها، وده الشاهد ثم قام فصلى ولم يتوضا. قلنا ان هو ترك الوضوء مما مسته النار، يبقى كان من نواقض الوضوء ان طعم او شرب شرابا مسته النار، فده بيبقى ناقض الوضوء. ثم كان اخر الامرين ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من هذا الطعام الذي مسته النار ثم قام فصلى ولم يتوضا، الشاهد قال قطع اللحم بالسكين، جواز هذا الأمر، ثم ذكر الباب التالي، باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكل وإن كرهه تركه. ما عاب طعاما، وده من حسن الخلق،
قلنا لأن لو عاب الإنسان الطعام فيها كسر لقلب الصانع أو الطاهي. يبقى نقول كما ذكر الإمام النووي رحمه الله قال لا يقول حامض، لا يقول يعني قليل الملح كثير الملح وغير ذلك، لا يتكلم. يبقى إن كان يعني اشتهى الطعام أكل منه، إلا ما اشتهى الطعام يبقى على ذلك يتركه. قلنا لما يكون قليل الملح قد أحتاج إلى قليل الملح أضع على ذلك الطعام، تطلب الملح لكن لا تعيب ذلك الطعام. ما كان النبي ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. وساعات ده بيبقى من باب المزاح، لما بيكون إنسان كده في بيت من البيوت وقدم له الطعام، إيه رأيك في ذلك الطعام؟ فمن باب المزاح يقول كذا أو كذا، ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. يعني اجعل المزاح بعيدا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل هذا المزاح. ده بيبقى مع الأصدقاء، يعني بيبقى مع الأصدقاء فبيبقى في تعليقات على ذلك الطعام فيها كسر لقلب الصانع أو الطاهي. إن اشتهى الطعام أكل منه، إلا من اشتهى الطعام يبقى يرفع يده عنه، ولكن لا يعيب ذلك الطعام. يبقى من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط. ويبقى لكن قلنا بنحتاج إلى مثلا ده ملح أو طعام قليل الملح، أحتاج إلى مزيد منه، أطلب ذلك الملح، لكن ليس هناك مجال لكي يعيب الإنسان ذلك الطعام أو يعلق هذه التعليقات التي من باب المزاح إلى غير ذلك. نبعد دائما كده في المزاح، ابعد، نبتعد عن المجال الذي ورد فيه السنة، الذي ورد فيه السنة. فلذلك ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، وده من حسن الخلق، إن اشتهاه أكل وإن كرهه تركه. لذلك لما قيل هذا هو الضب فرفع يده، يبقى هذا هو الضب، رفع يده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلق. ولذلك قال ابن عيد رضي الله عنه قال يعني حرام، قال لا، ولكنه لم يكن من طعام قومي، يعني ورفع يده مباشرة. يبقى لما قيل هذا هو الضب فلا، رفع يده ولم يطعم منه، ولكن ما عابه، ولكن قال وليس من طعام قومي، فأكل على مائدتي كما بينا. قال باب النفخ في الشعير، قال باب النفخ في الشعير، ومقصده من هذه الرواية ليس هذا هو النفخ الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو النفخ في الطعام لما يكون الطعام حرور ساخن قوي، فعلى ذلك نهى عن النفخ في الطعام. يبقى لكن ده النفخ في الشعير يجوز هذا الأمر، كما ذكر في هذه الرواية عن أبي حازم رحمه الله أنه سأل سهلا رضي الله عنه هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ قال لا. فقلت كنتم تنخلون الشعير؟ قال لا، ولكن كنا ننفخه. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام، لكن هذه الصورة ليست بصورة النفخ في الطعام، ده كان النفخ لكي يعني يرفع القشر، قشر الشعير. يبقى نخالد الشعير اللي هو قشر الشعير، فكان ينفخ في الطعام، كانوا يقومون بطحنه وليس عندهم مناخل، فماذا يصنعون؟ يبقى كان النفخ في الشعير لإزالة هذا القشر. قال سهل رضي الله عنه لما سئل هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي اللي هو الدقيق الأبيض كده؟ فقال لا. فقلت كنتم تنخلون الشعير؟ قال لا، كانش عندهم مناخل، ولكن كنا ننفخ. فلذلك سألوا كيف كنتم تصنعون؟ قال كنا ننفخ. يبقى نفخه لكي يرفع عنه قشر ذلك الشعير، ثم ينثر عليه الماء ويبثونه ثم يطعمونه. يبقى هذا ليس من باب النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النفخ في الطعام، لكن هذه الصورة ليست من صوره. يبقى النفخ في الشعير قلنا لأنهم ليس عندهم مناخل يحجز هذا القشر، فكانوا ينفخونه لإزالة ذلك القشر ثم يأكلون ذلك الشعير بعد بثه بالماء. قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون، يعني قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا، فأعطى كل إنسان سبع تمرات، سبع تمرات، فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة، فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها شدت في مضاغي. أيضا في رواية عن سعد رضي الله عنه قال سعد بن وقاص قال رأيتني سابع سبعة،
مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خسرت إذن وضل سعي. ثم ذكر رواية عن أبي حازم رحمه الله قال: سألت سهل بن سعد رضي الله عنه فقلت: هل أكل النبي، هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم نقي؟ فقال سهل رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقي من حيث ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال: فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. قال: منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. قال: قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير مطار، وما بقي سريناه فأكلناه. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم لديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقب. قلت لقتادة: على ما يأكلون؟ قال: على الصفر. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون، إبا كان قليل من الطعام، وكان التقلب من الدنيا، وكان أيضا شظف العيش، إبا كان شظف العيش. قال: في ذلك أبو هريرة رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا لطعمهم، فأعطى كل إنسان 7 تمرات، بداء كان حصته في الطعام 7 تمرات. قال: فأعطاني 7 تمرات إحدهن حشفة، يبقى نقول جفة يابسة، فلم يكن فيهن تمرة أعجب لي منها شدت في مضاغي، يبقى غير لما يكون التمر كده طري، التمر طري بنندغه مباشرة، التمر كده يبقى تمرة مملوءة باللحم ولكن يابسة، فعلى ذلك بتحتاج إلى مضغ شديد. فأبو هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان 7 تمرات، وده دايما العدل، يعني هذا هو العدل في التقسيم كما بيفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فأعطاني 7 تمرات إحداهن حشفة، فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها شدت في مضاغي. يبقى لما تكون تمرة ممتلئة باللحم ويابسة، فبعد ذلك تحتاج إلى مضغ شديد. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول: هذه كانت أعجب التمرات إلي. ولكن الشاهد من كده قلة الطعام عند الصحابة رضي الله عنهم. ماذا كانوا يأكلون؟ يبقى كانوا يأكلون قليل من الطعام، منها التقلب من الدنيا، من شظف العيش، وكذلك إقبالهم كان على أمر الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فده كان ما يبثه النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة، لذلك تعالوا على الدنيا. الصحابة كيف تعالوا على الدنيا؟ مع ان طبعا الاصل كده الدنيا مزينه في القلوب، ده امر مفطور عليه الانسان، حب الدنيا هذا امر مفطور عليه الانسان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث، ذلك متاع الحياه الدنيا. يبقى ده متاع الدنيا والله عنده حسن المآب، فلذلك يبقى الانسان مفطور على حب الدنيا وحب زينة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك يبقى الصحابة رضي الله عنهم تربوا على تقديم الآخرة على الدنيا، قلنا الأصل كده الإنسان بيبقى مفطور على حب الدنيا، فحب الدنيا دايما بيبقى مقدم للإنسان، مقدم عند الإنسان. قلنا ليه؟ لأن ده متاع عاجل، متاع بيراه، يعني الشيء المرئي ده بنراه فبتهفو إليه النفوس. فالإنسان مجبول مفطور على حب الدنيا، على حب الدنيا، لكن إزاي أنا أتربى عشان يكون حب الآخرة مقدم على حب الدنيا؟ وإزاي أن أنا أصل أن أجعل الدنيا خادمة للآخرة؟
ازاي نصل بقى ان احنا نجعل الدنيا خادمه للاخره. قلنا زي مثلا المال، يبقى المال فهذا المال وسيله من الوسائل التي تتقرب من خلال رب سبحانه وتعالى. ونقول ان يعني القران والسنه ربايا الانسان على ذلك، تربى الصحابه على ذلك رضي الله عنهم. يبقى نقول الصحابه يعني اساسا الانسان، اي انسان مفطور على حب الدنيا، لكن هم جعلوا ان الدنيا لما تربوا الدنيا خادمه لامر الاخره، همه كله منصرف الى الاخره، ويعلم ان الدنيا دار ممر ليست بدار مقر، وان الدنيا خادمه للاخره، انه لا يصل الى الدرجات في الاخره الا من خلال تعمير الدنيا بطاعه الله سبحانه وتعالى. دي دنياك، دنياك تصرفها ازاي؟ يبقى لازم يكون عندك منهج تصرف من خلال هذه الدنيا. ماذا تريد؟ يبقى ماذا تريد ان تصل اليه؟ يبقى حدد كده الهدف، وحدد الطريق الموصل لذلك الهدف، حدد الادوات والوسائل المقومات اللي احنا بنحتاجها، وبالتالي يمضي الانسان في ذلك الطريق. يبقى الصحابه كغيرهم، ده خلق من خلق الله، وايضا كان مفطورا على حب الدنيا، لكن ازاي هو اعاد ترتيب الاولويات؟ يبقى اعادوا ترتيب الاولويات. احنا عندنا حب الدنيا ده امر مركوز داخل الفطر، وبنحب الاخره لكن كانها في يعني الدرجه الثانيه. المطلوب ان انا ابدا اغير ترتيب الاولويات، اجعل حب الاخره مقدم وحب الدنيا هو الدرجه الثانيه، وان الدنيا دي خادمه للاخره، وانها دار ممر ودار المقر بيكون الى الاخره. لذلك اللهم لا عيش الا عيش الاخره. يبقى ليه كان الكلام كده؟ يبقى تتربى الصحابه على ذلك الامر. لذلك وجدنا ادي الجهاد في سبيل الله، ادي انفاق الاموال، انفاق ايضا الوقت والعمر في طاعه الله سبحانه وتعالى. يبقى دي اثر للتربيه التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه رضي الله تبارك وتعالى. وبالتالي ماذا كان يطعم؟ نقيمات كده، يعني نقيمات، ما كانش همه ولا اساسا يعني تنصرف همه هؤلاء الى الاغراض والملذات الشهوات التي نراها في الدنيا، ولكن هو كان همه منصرف الى الاخره. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ياكلون، يبقى كانوا ياكلون القليل من الطعام، يبقى التقلل من الدنيا والزهد في الدنيا. وايضا يعني الانسان دائما بيحتاج الى التذكير الدائم، التذكير الدائم ان الله خلقني لعبادتي، وبالتالي اراجع دائما انا بنود العباده التي لابد ان اقوم بها. ايه بنود العباده؟ لو انا سالتك كده ايه العباده المطلوبه عشان اكون انا عبد لله احقق ذلك؟ عشان احقق بل لله فاعبد واكون من الشاكرين. اعبده ازاي؟ كيف اعبد ربي سبحانه وتعالى؟ انا محتاج كده اولا الى رؤيه هذه التفاصيل، وكذلك الاستذكار والتعاهد دايما. يعني لو سالتك يا ترى ايه العبوديه المطلوبه عشان انا احقق العبوديه؟ يبقى لازم يكون عندك رؤيه واضحه، تفصيل واضح للمساله، وبالتالي تجيب اجابه واضحه. وده كان حال الصحابه رضي الله عنهم، الرؤيه كانت واضحه عندهم، رؤيه واضحه، الهدف واضح، والطريق واضح وبين، المقومات اللي احتاج اليها واضحه وبينه، الادوات الوسائل، ده يعني الصحابه تربت على ذلك. يقول سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه: رايتوني سبعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده يعني يبقى ده من السابقين الى الاسلام، سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، ده من 10 مبشرين بالجنه ومن السابقين الى الاسلام. قال: رايتني سبعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان يعني بيمثل سبع الاسلام، يبقى سبع الاسلام كان بيمثله، فسابع سبعه نقول. يبقى ابو بكر الصديق، عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه، علي بن ابي طالب، زيد ابن حارثه، زبير بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، وايضا سعد بن وقاص، سبع سبعه. دول يبقى السابقون الى الاسلام والى اجابه الدعوه لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. الانسان دايما كده ترتيبه يكون الاول، يعني في السباق الى فعل الطاعات، ترتيبه دايما كده يبقى همه ان يكون الاول، الأول في السباق إلى فعل الطاعات والقربات. يبقى لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لبى وأجاب، لذلك قال أنه رأيتني سبع سبعة، يبقى كان بيمثل سبع الإسلام. يبقى كان الذين أسلموا أولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، زيد بن حارثة، الزبير بن عوام، عبد الرحمن بن عوف،
وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة. يبقى كانوا يأكلون ورق الشجر، يعني ورق الشجر من قلة الطعام، قلة الزاد. قال: حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة. الشاة لما تأكل ورق تضع إزاي؟ هم كانوا يضعون كما تضع الشاة. ثم أصبحت بنو أسد تعذرون على الإسلام، خسرت إذن وضل سعي. لأن يعني معلوم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان وليا على الكوفة على العراق في عهد عمر الخطاب، شكوا إلى عمر الخطاب أنه لا يجيد الصلاة، يعني أنه لا يجيد الصلاة، يعني وده سبعة ومن السابقين في الإسلام، وكذلك أيضا من عشر مبشرين بالجنة. ولكن آل العراق يعني شكوا ذلك إلى عمر الخطاب، رفعوا هذه الشكاية إلى عمر الخطاب، وكان أميرا من جهة عمر الخطاب، وقالوا أنه لا يجيد الصلاة إلى غير ذلك. لذلك قال يعني بيذكر يعني هذه المناقب والفضائل: ما لنا طعام إلا ورق حبلة أو الحبلة فحتى يضع أحدنا ما تضع الشاة. يعني كما قال يعني خذها، وكان أحدنا يقطع مسافة كذا وكذا حتى يصل هذه المعلومة. الآن أنت تأخذ المعلومة وإحنا جالسين، لكن كان أحدنا يسير مسافة طويلة وكذلك أيضا في زمن طويل حتى يصل المعلومة، حتى يصل إلى المعلومة. فلذلك بيقول: ما لا نطعم إلا ورق الحبلة أو الحبلة حتى يضع أحدنا مطاع الشاة. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، قال: خسرت إذن وضل سعي، وضل سعي. قال أيضا في الشاهد من كده: ما لا نطعم إلا ورق الحبلة، يعني كانوا يأكلون ورق الشجر، وده كان طعامهم من قلة الطعام. يعني انظر بقى إلى التحمل، يعني إلى التحمل. قال أيضا في رواية عن أبي حازم رحمه الله قال: سألت سهل بن سعد رضي الله عنه فقلت: هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ يبقى اللي هو الدقيق الأبيض كده، الخبز الأبيض كده أكله. قال سهل رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي. ده ما شافوش، لم يراه، يعني فضلا هو مما أكله ممكن إحنا نراه ولكن يعني لا نأكله، ولكن هو لم يرأ أساسا. يعني قال: من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال: فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخن؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه، ومن حين ابتعثه الله حتى قبضه. قال: قلت: فكيف كنتم تصنعون تأكلون الشعير غير منخول؟ ده لما يطحن كده القشر هيبقى كثير. فقال: كنا نطحنه وننفخه فيطير مطار، وما بقي صريناه فأكلناه. يبقى بيسوه كده بالماء وبعد كده يأكله، يبقى غير منخول. يعني نقول ده شظف العيش، يعني شظف العيش، وده اللي أنتج الرجال اللي حملوا مسؤولية الدين، يعني ده اللي أنتج الرجال. شوف انظر إلى تربية الصحابة رضي الله عنهم كيف تربوا، وهم أساسا كانوا في الدنيا منهم من كان متنعما ولكن ترك كل ذلك من أجل الدين، وتحمل من أجل ذلك الدين يعني هذا الأمر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. مش لم يشبع بقى من الطعام، من خبز الشعير، يعني خبز الشعير. يبقى قلة الطعام وكذلك أيضا يعني قلة مكانة في أيديهم من أمر الدنيا. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان، على مائدة، ولا على سكرجة، ولا خبز له مرقق. قلت لقتادة: على ما يأكلون؟ قال: على السفر. يبقى كان بيوضع الطعام ويأكلون الطعام. يبقى كما بينا في قصة بناء النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي رضي الله عنه، رضي الله عنها، فأمر بالأنطاع الجلد المدبوغ فبسط، ثم وضع عليه التمر والأقط والسمن. فكانت هذه وليمة صفية رضي الله عنها لما بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد
صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض، يعني ما بيشبعوش 3 أيام ورا بعضهم. قلنا ده من قلة الطعام وقلة إقبالهم أيضا على مسألة الدنيا، ما كانش الدنيا همهم ولكن هم هؤلاء كان منصرفا إلى أمر الآخرة. لكن أيضا ده بيان لقلة الزاد الذي كان بين أيديهم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون. ثم ذكر باب التلبينة، باب التلبينة في رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كن منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. قال التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. التلبينة ده يبقى دقيق كده أو نخالة ويوضع عليها عسل، يوضع عليها عسل بتبقى بيضاء شبيهة باللبن. قال باب التلبينة، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه التلبينة. تقول عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، إلا بيبقى الناس المقربة بتبقى باب المواساة لهؤلاء. أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كن منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض، مجمة لفؤاد المريض مريحة كده أي تذهب إعياء الإنسان، يبقى مريحة كده بتسكن القلب، تذهب ببعض الحزن، تذهب ببعض الحزن. يبقى أطعمة، ولكن دي أطعمة كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتلبينة، فهي مجمة لفؤاد المريض يبقى مريحة للقلب كده وتذهب عنه الإعياء، وتذهب ببعض الحزن أيضا، تذهب ببعض الحزن، طعام بيأثر هذا طعام، وبالتالي أوصانا بالتلبينة. قال باب الثريد، باب الثريد. قال في رواية عن موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أيضا في رواية عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم لي قصعة فيها ثريد، قال وأقبل على عملي، قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، قال فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه، قال فما زلت بعد أحب الدباء. قال باب الثريد، أصل الثريد ده إحنا دايما بنعتبره الثريد اللي هو باللحم، لا الثريد اللي هو إن كان الخبز مثلا مع الأرز بمرقة اللحم، الثريد المقصود به مرقة اللحم، إن كان في لحم فده يبقى زيادة فضل، لكن ده أصلا هو الثريد، يبقى أصلا الثريد لما الخبز كده بنقطعه وبنضع عليه مرق اللحم بالأرز وكده، يعني قد يكون معاه لحم وقد لا يكون معاه لحم، كانش معاه هو الثريد، وبرضك الثريد لو كان معاه لحم، لكن احنا بيبقى عندنا تصور واضح ان الثريد ده لازم يكون باللحم، لا ممكن يبقى مرق الدجاج فقط بمرقة اللحم، يعني مرقة اللحم. يقول ابو موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا مريم بنت عمران واسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يبقى الطعام ده أيضا يعني مراتب، الطعام ده مراتب، وده طعام هنجد إن إحنا يعني هذا طعام بيشتهى عندنا، وطعام له أيضا يعني مكانة في النفوس، فهو بيذكر أيضا فضل عائشة يقرب ذلك المثل زي فضل الثريد على سائر الطعام بنفضله. يبقى إحنا نفضل الطعام اللي هو الثريد كان بيه لحم خاصة نفضله على سائر الأطعمة، فضلها سائر الطعام. كذلك ده بيان لفضل عائشة على سائر النساء،
فهي اللي قيمة عائشة ومرتبة عائشة وتقدم مرتبة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط، فقدم إليه قصعة من فيها ثريد. يبقى لما دعا النبي هذا الخياط، دعا النبي صلى الله عليه وسلم قدم له قصعة فيها ثريد، قال: أقبل على عملي. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. قال: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه. قال: فما زلت بعد أحب الدباء. ده قول أنس بن مالك رضي الله عنه. يبقى أصلا كده، يبقى لما الخبز بنضعه ونضع عليه المرق هو ده الثريد، حطينا عليه أرز يبقى ده أيضا هو الثريد، حط معاه لحم يبقى ده هو الثريد. أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فقدم إليه قصعا فيها ثريد، أقبل على عملي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يتتبع الدباء يبقى فيها أيضا دباء اللي هو قلنا القرع. فجعلت أتبعه فأضعه بين يديه، وقال: فما زلت بعد أحب الدباء. يعني وكان أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه ما كانش بيشتهي الدباء، لما رأى حب النبي صلى الله عليه وسلم الدباء حبه، يبقى حبه مباشرة. ده الصحابة رضي الله عنهم، مع أنه ممكن لا يشتهي ذلك الأمر، ما فيش حرج، نقول ما فيش حرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى طعاما أكل، وإذا لم يشتهي ذلك الأمر تركه. يبقى يعني ممكن الإنسان لا يشتهي طعام وترك الضب كلما قدم إليه صلى الله عليه وسلم. لكن انظر بقى للصحابة وحب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا الصحابة في مراقبتهم لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه هو يعني يستن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقتدي بسننه بيقتدي بفعله، كما يقتدي بسننه يقتدي بفعله. ولذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه كما قال لما قدم ذلك الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وسمي له رفع يده، فعلى ذلك رفع أيديهم وسأل. يعني أول ما رفع ما قالهمش يعني أنه حرام أو غير ذلك، لكن مجرد رفع يدي عن هذا الطعام رفع أيديه، فكان السؤال حرام منه؟ قال: لا. قال: فأكلنا. هنا برضه كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني كيف نقول ده الصحابة وده جميل الصحابة في أعناقنا رضي الله عنهم، أنهم نقلوا دقائق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لم يسمعوا لأقواله ثم قاموا بنقلها فقط، ولكن قاموا بنقل دقائق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك رضي الله عنه بيقول: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه. لما شاف كده حب النبي صلى الله عليه وسلم الدباء ماذا صنع؟ يبقى كان بيقدم هذا الدباء أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليطعمه. قال: فما زلت بعد أحب الدباء. يبقى كأنه كانش بيشتهيه ليشتهى، بل كان يحبه، ولو استطاع أن يدخله في أي طعام يقدم إليه كان بيفعل ذلك الأمر. حبه ليه؟ لحب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما نقول طب هو لو فكر قليلا كده أنا لا أشتهيه وما فيش حرج، لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، فكان يحب الدباء لحب النبي صلى الله عليه وسلم. لا. قال: باب شاة مصموطة والكتف والجم. قال في رواية عن قتادة رحمه الله قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم، قال: كلوا. فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة صميتا بعينه قط. أيضا في رواية عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. الشاة المصموطة والكتف والجنب، يعني أماكن وأجزاء من الشاة بصفة عامة. الشاة المصموطة يبقى هذه شاة، احنا قلنا الشاة المصموطة يبقى اللي هو يبقى يزيل الشعر ويبقي الجلد، قلنا ده بيبقى مع الشاة الصغيرة، مع الشاة الصغيرة قلنا زي الكراع زي الكوارع كده. هنا الكوارع بتبقى ازاي؟ مش بتنساب، مش بتبقى فيها بتسلخ،
ولكن هو بيضعها في ماء ساخن وبالتالي بيأتي بالسكين ثم يزيل الشعر، يزيل الشعر، يبقى الجلد ذاته بيبقى موجود ولكن تم إزالة الشعر. قلنا الشاة المصموطة هكذا، يبقى كان بيتم أساسا وضع الماء الساخن عليها ثم إزالة الشعر غير السلخ. السلخ احنا بنزيل الجلد، في الشاة المصموطة يبقى احنا بنزيل الشعر عن الجلد والجلد ما زال باقيا. وبعد ذلك إذا كان بقى بيوضع في قدر أو كان بيشوى، قلنا ده بيتناسب مع الشاة الصغيرة بتبقى طرية، فلذلك شاة مصموطة يبقى بتبقى بهذه الصورة، يبقى لا يسلخ الجلد ولكن بيزال عنه الشعر، وده يزال عن طريق الماء الساخن. والكتف والجنب، وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم الكتف، كان يعجبه الكتف، فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال قتادة: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم قال كلوا. يبقى دي لما اتسعت معهم الدنيا، وأنس ده رضي الله عنه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم كثر ماله وكثر ولده، وكان آخر الصحابة رضي الله عنه موتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالسعة في عمره وفي رزقه وفي أولاده، فعلى ذلك كان آخر الصحابة موتا وكثر ماله وكثر أيضا أولاده. قال كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لاحق بالله، ولا رأى شاة صميتا بعينه قط. يبقى ده لما اتسعت معهم الدنيا، لما اتسعت معهم الدنيا، قلنا ما فيش حرج يعني، كله من طيبات ما رزقناهم، ما فيش تحريم يعني، أقول والله أنا حابب أتبع السنة ولا أكل من ذلك، ما الذي قال ذلك؟ ده كان أولى بهذا الأمر من الصحابة رضي الله عنهم. نقلوا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل خبزا مرققا، لكن هو بيأكلون ذلك الأمر لما اتسعت معهم الدنيا، لكن ده كان في ضيق، في ضيق من العيش أساسا وفي قلة من الدنيا، لكن لما اتسعت معهم الدنيا فعلى ذلك يأكلون، ويأكل الإنسان ويشكر ربه سبحانه وتعالى: كل من طيبات ما رزقناكم. يبقى لا تحرم شيئا مما أحل لنا ربنا سبحانه وتعالى نتيجة الفهم السقيم أو العقيم. فلذلك كما يقول يعني خباز قائم، يعني على ذلك قال كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ورأى شاة صميتا بعينه قط. أيضا كما قال عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة. يبقى كتف شاة موضوعة، وكان بيحتز منه بيقطع من لحم هذا الكتف بالسكين. قال: فأكل منها فدعى إلى الصلاة، فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. ثم ذكر باب ما كان السلف رضي الله عنهم يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. قال: ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقالت عائشة رضي الله عنها وكذا أسماء رضي الله عنها: صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سفرة. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15. قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله. وقال أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال جابر رضي الله عنه: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال: وقال ابن جريج: قلت العطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا، ولكن قال على كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله الترجمة: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. نقول ادخار الطعام لا حرج في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بادخار طعام العام، يعني من نخل بني النضير مما فعل الله تعالى على رسوله، يبقى كان يدخر نفقة قوت العام صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا غير قادح في التوكل، هذا غير قادح في التوكل. كذلك أيضا
قال ما كان السبب يدخرون في بيوتهم أسفارهم، يبقى يدخرون هذه الأطعمة، يدخرون هذا اللحم، قال من الطعام واللحم وغيره. وخصص كلمة اللحم ليه؟ لأنه كما بين في الرواية الأولى لما سئلت أنهى النبي صلى الله عليه وسلم تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فعلا نهى عن ذلك، لكن كما قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير، إذا ذا كان في عام نهاهم عن ذلك الأمر أنه لا يدخر لحم فوق ثلاث، قلنا عشان يقوم بإنفاق وإعطاء للفقير لعوز وحاجة، وكان الناس ألمت بهم يعني الجوع، فلذلك كما تقول عائشة ما فعله إلا في عام، عام واحد بس جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا نرفع الكراع فنأكله بعد 15، يعني كان يدخره، ما الكراع ده من الشاه، يبقى كان يدخرون ذلك يدخرون، يبقى عدم ادخار اللحم فوق ثلاث ده كان لعام واحد فقط، لعام واحد نهاهم عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يدخرون الطعام ومنها أيضا يدخرون اللحم، وأن تم العمل بهذا الأمر لعام واحد كما قالت عائشة رضي الله عنها، وقالت السبب جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير، ما يمسكش بقى الطعام وهناك عوز وحاجة للفقراء، ذلك قال ما كان السلف يدخلون بيوتهم أسفارهم من الطعام واللحم وغيره، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.